توفيق طبعا للمنتخب العربي الجزائري اللي شرفنا في الشوط الاول في مباراه بلجيكا وتقدم ضربه جزاء لسفيان في غولي مستحقه طبعا. نتمنى من الجزائر في الشوط الثاني انه يحافظوا على تماسكهم وترابطهم وترابط الخطوط الدفاعيه، وانه حتى اذا بيستطيعوا انه يسجلوا هدف ثاني يحسبوا فيه النتيجه. مباراه كثير رائعه كانت، بيض وجوهنا الشباب، يعني كونه منتخب عربي كثير حلو انه وصل على موصل هذا، وان شاء الله نستمر ويفوزوا ان شاء الله باذن الله ويتاهلوا ان شاء الله. استقبال كبير وحلو واجواء حلوه وجو حلو. بكل صراحة فريق الجزائر بيشرف كل العرب، طبعا بدنا ندعمه شقيقتنا الجزائر وان شاء الله تفوز في هاي المباراة. هاي الساعة الجزائر فايزة ب1-0، أداء طيب وان شاء الله تستمر على نفس المنوال. وأجواء بالأردن كأس العالم صراحة أجواء حلوة، مقاهي ومحلات تستضيف الناس، أجواء مشرفة بصراحة كدولة عربية بتقدم شيء كثير للجاليات العربية. وبشوف أن الأردنيين بيساندوا فريق الجزائر سواء عن بعيد أو عن قرب، ولحد الساعة فريق الجزائر فريق قوي وإن شاء الله نتمنى يعدي الدور الأول بسلام. يعني بشجع الجزائر. اليوم احنا في اجواء كافيهات عمان، يعني كثير اجواء كثير حلوه، وبالنسبه لمباراه الجزائر فهي جابوا اول هدف وان شاء الله الهدف الثاني وللامام ان شاء الله. انسان تمين وفين دي لحظه ما تتنسيش، مش فارقه جاي منين، افرح دلوقتي وعلي.